كرامة للنبي مختار، جاوبني على قد سؤالي، انت شو رأيك فيه؟ عليم الله انت زينة رجال الشام، وانا بحياتي ما شفت لا بمراجلك ولا بزقرتيتك. الله محيي اصلك مختار، مشان هيك انا جاي لعندك بدي اطلب منك طلب، وبتمنى ما تردني خايب. انت بتأمر عبود، قلي شو بدك. انا بدي اطلب ايد المستورة بنتك على سنة الله ورسوله. شوف مختار، انا بعرف انه وضعي ما بيسمح لي اني اخطب واتجوز، بس انا زلمة مربى منيح، ما تعودت غير ادخل البيوت من ابوابها، وانا بصراحة عيني وقعت على المستورة بنتك، وصرت فكر فيها ليل نهار، مشان ما يكون هذا التفكير حرام جيت لعند ام منك وعم بخطبها رسمي. ليك مختار، انا بعرف وبرجع بقلك، انا لا خرجي جواز ولا خطبة، وخصوصي انه انا بعيد عن اهلي وعن حارتي ومحكوم اعدام. لا تكمل عبود، يا عليم الله لو فتلت الدنيا كلها ما رح لاقي لبنتي رجال مثلك. يعني موافق مختار؟ انا موافق، بس لأخذ رأي البنت وبكره برد لها خبر. ايه شو عليه مختار، حق واجب، مش كان المستورة وافقت ان شاء الله هلا منخليها خطبة، بس تبين الحقائق نحكي بجواز. اتكل على رب العالمين. الحمد لله الحمد لله يا ربي، وأخيرا خطبني.